بريزيدان عم نشوف اليوم عمر عمر اللي كان قبل على دائما على مدرجات نادي الحكمة عم نشوفه اليوم عم بيرجع أكثر على مدرجات نادي الحكمة. فيك تخبرنا شوي عن عمر؟ عمر كان بأيام العز المسكوت طبعا نادي الحكمة، يعني عمر صغير كنا نفد له أوقات ما يسافر معنا لبرا، إنه وين عمر بدنا عمر. كان وجهه خير ووجهه سعد على الفريق، الكل كان يحبه، الفريق، اللعيبة، الجمهور، يعني ضل حد منا وين ما رحنا نلاقي عمر. ونهار اللي تأخر نستغرب إنه وين عمر، وين صار عمر، صار شاب هلا. عمر ما سقط، عمر نجح. أنا نبشت عليه صراحة وحسيت إنه من الوجوه اللي لازم ترجع على نادي الحكمة. يلي ما بيعرف عمر بيجي من صيدا، وعمر سفيرنا بالصيدا الله راد. عمر الحكمة بدمه، أنا كنت أعرف قد كان يبكي، كان يقطع لي قلبي بس نخسر كيف يكون عم يبكي ومقهور، يركض لعندي أعبطه، يبقى كتير زعلان يعني، وبس نفرح يبقى طاير من الفرح. أكتر من هيك عمر وجهه خير على ناح وإجا اليوم وربحنا الجيم. مرسي عمر، أكيد مرسي للشباب، بس تنقل له مرحبا لعمر. أنا هيدي بدي تكون بس لكل الحكمويين اللي بحبوا الحكمة أيام العز، يرجعون الله راد. عنا بعد مباريات السنة بدنا إياهم نرجع نشوفهم بالملاعب، بدنا كل الحكمويين اللي مثل عمر يرجعوا على نادي الحكمة، وأهلا وسهلا فيهم. بتأمل من عمر هلا إنه ما بقى يترك نادي الحكمة وما يقطع لو شو ما صار. أهلا وسهلا فيك يا عمر، أهلا وسهلا فيك. عمر مثل ما خبرنا البريزيدان كان دائما تكون موجود معهم على المدرجات، وهلا من بعد ما شفنا الإدارة القديمة رجعت على النادي شفناك عم ترجع على مدرجات نادي الحكمة. أكيد أكيد. شو فيك تخبرنا عن ذكريات نادي الحكمة اللي كانت دائما تكون موجود معهم قبل؟ يعني نادي الحكمة كان أنطوان شويري، نحن لما كان أنطوان شويري البريزيدان كنا عطول ده الملعب، ما في جيم يعني نقفيها بالملعب. نجي من صيدا على الملعب، نسافر معهم، سافرنا معهم على ماليزيا، على سوريا، يعني كنا نضلنا نحن ونادي الحكمة مع بعض. في خبريات كتير، مرة بماليزيا لما خسرنا قعدنا نبكي، كنت واقف أنا والبريزيدون هونيك نقعد نتفرج على الجيم. هيدا عمر كان البورت بونير تبعنا، هي واز اور جود لك. عمر اذا خسرنا كان يبكي، اسم الله عليك عمر. هلا صرت اكبر من الشباب كلهم، وعن جد انبسطت كثير بس شفتك بالتريبيون. ثانكس فور كامينج، وبدنا اياك دائما تجي لانه بدنا نرجع الحكمه لوقت ما بتتذكرها انت وصغير. اوكي حبيبي عمر. عمر من بين القصص اللي كان يرددها الجمهور قبل، حمى يا عمر او شيء يا عمر، خبرنا. مره كنت قاعد على مع الجمهور يعني، ففجأة كنا يمكن فارق عالي شوي، ففجأة الجمهور كله نزل عمر يا سركيس، نزل عمر كان كوتش رسام بعده بالحكمة، فكمان نزلت وقعدت على البنش معهم، كمان حميت يعني على البنش. ايه في ذكريات كتير. اوكي ثانك يو عمر.